فيما يتعلق بزيارة إيلون ماسك وهي التي تخطف الأضواء في إسرائيل اليوم. الهدف هو هدف سياسي واقتصادي واضح أكثر منه هدف تضامني مع إسرائيل بحسب ما تقول صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية. موقع تويتر أو إكس الذي يملكه إيلون ماسك تعرض خلال الفترة الماضية لانتقادات واسعة جدا من قبل المعلنين، تحديدا من كوكاكولا، من أمازون ومن شركة أبل، اللواتي قررنا مقاطعة الإعلان في هذه المنصة على ضوء اتهامات وجهت لها بأنها تتيح نشر تغريدات توصف بأنها مناهضة للسامية. فلسطينيا هناك خشية من تأثير هذه الزيارة بشكل واضح على المحتوى الفلسطيني على تويتر، على ضوء التقييدات الكبيرة التي تلاحق المحتوى الفلسطيني على في شركة ميتا في انستغرام وفي بطبيعة الحال فيسبوك. موقع تويتر أو منصة إكس شكلت خلال الفترة الماضية منبرا للقضية الفلسطينية ولداعميها إلى حد ما. يخشى الآن من أنه نتيجة لهذه الزيارة سيتم تقليص المساحة التي يتمتع بها الفلسطينيون هناك نسبيا أكثر من مواقع أخرى. حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي من إيلون ماسك بتغيير سياسة تويتر مع الفلسطينيين، لكن أيضا هناك إعلان من وزير الاتصالات الإسرائيلي بأنه اتفق مع إيلون ماسك على ألا تزود قطاع غزة بالإنترنت بسحابة إنترنت في حال لو قطع الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة كما فعل أكثر من مرة منذ بداية هذه الحرب. لكن على العموم كان هناك تقليل من قدرة هذه الشركة، الشركات التي يملكها إيلون ماسك على تزويد قطاع غزة الإنترنت. قيل إنه يحتاج إلى بنية تحتية خاصة غير متوفرة في قطاع غزة بينما كانت متوفرة في أوكرانيا وفي غيرها من الدول، والآن يحسم الجدل أساسا بأنه يقول بأنه غير مستعد لتزويد قطاع غزة بهذا النوع من الإنترنت، رضوخ لطلبات إسرائيلية ورضوخ أيضا لكبريات الشركات في الولايات المتحدة التي قاطعت منصة إكس ما تسبب بتراجع أرباحها بحسب ما تفيد الصحف الاقتصادية الدولية والمعطيات والبيانات التي نشرت وعد. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي مراسل العربي، كنت معنا من تل أبيب.